بعدما اتضحت معالم الشخصيات الوطنية لقيادة الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه رئيس الدولة في خطابه الأخير، بدأت حملة التشكيك في فريق الحوار تشق طريقها إلى المواطن، بعدما سبقته بعض الأحزاب التي رفضتها وانتقدتها بشدة رغم جملة المطالب التي قدمها منسق الوساطة والحوار لبن صالح. عن مطالب الجماهير بطبيعة الحال التي تفضى في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات في وقتها رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب أجل إذا ممكن، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سراح كل سجناء الحراك. الجمعة 23 للحراك الشعبي حملت معها رفضاً قاطعاً رغم محاولة أحد أعضاء اللجنة توضيح الصورة. قلنا بلي الحكومة هذه تروح، قلنا بلي بن صالح يروح إلى آخره، ولكن في نفس الوقت إذا ما يكون حوار، إذا ما تكون حلول، لي يقول لا حلول مع العصابة، أنا قلت لا حلول مع العصابة، لا 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 حوار مع العصابة، أنا ما نتحاورش مع بن صالح ولا مع الحكومة. ولا فلان ما نتحاورش مع يعطيك الصحة على اللف، ما نقعدش مع طابلة معهم، ما نقعدش، أنا فاسد ما يكونش في الحوار. بارك الله فيك. هناك من صرح بجاحة لا ما لازمش يشارك على غير خير إن شاء الله، تتكلم أنت على حزب عنده أكثر من 1.5 مليون مناضل. يأتي هذا رغم تأكيد بن صالح سابقا أن الحوار سيكون شاملا، فإن الدولة بجميع مكوناتها بما فيها المؤسسة العسكرية لن تكون طرفاً في هذا الحوار. والغريب في الأمر أن الأكاديمي ناصر جابي الذي انسحب من هيئة الحوار قبل ساعات من لقاء الخميس كشف عن بعض الكواليس التي سبقت اللقاء، حيث اعتبر الإعلان عن اللجنة شيئاً مفاجئاً بعدما كان الاتفاق على لقاء مسبق بين بن صالح وكريم يونس يوم الأربعاء لوضع النقاط على الحروف ورفض طلب الدعم المادي وتسطير برنامج يتبعه الإعلان عن الهيئة في بيان للرأي العام، ليفاجأ بتأسيسه دون علمه وضم أسماء لم تكن في الأصل مقترحة. لكن هل الحراك بات يمثل كل الشعب أم مجرد فئة تحاول إبراز طرحها والضغط على بن صالح ورفض كل طرح تقدمه السلطة التي باتت أمام امتحان صعب، امتحان إقناع الشعب لقبول هيئة الحوار أو العودة إلى نقطة الصفر؟ فالبعض يرى أنه حتى ولو تغيرت وجوه الحوار الحالية فإن الحراك سيرفضها ثانية والذهاب نحو مصير مجهول، لأن الوقت يمر وقد يطيل عمر الأزمة.